باللوعة والحسرة والألم شيعت جماهير غفيرة في مدينة عروة البطوف جثمان الشابة آية نعامني ابنة 22 ربيعا والتي لقيت حتفها في إثيوبيا خلال رحلة لبعثة دراسية جامعية. آية راحت الله يرحمها ويحسن إليها وإن شاء الله بكون مثواها الجنة يا رب. الحمد لله بشكر كل اللي سألوا كل اللي ساعدوا كل اللي مد يد العون. كان حدث بالفعل أليم، كانت هي بعثة عن طريق التخنيون في دولة أثيوبيا في بحث علمي، ولكن شاء القدر وهذا أجلها، ونحن نقول كما علمنا الرسول إن العين تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا آية لمحزنون. شاركت آية ضمن بعثة تعليمية بجولة إلى صحراء دناكيل في أثيوبيا تحت إطار دراستها الجامعية في معهد العلوم التطبيقية التخنيون حيث كانت تدرس، لتختفي في اليوم الأخير للرحلة خلال جولة في الصحراء ويعثر من بعدها عليها جثة هامدة بعد يوم من اختفائها. هذه الفاجعة منذ عدة أيام منذ سماع الخبر الصاعقة وحدت هذه الجماهير، ولاحظنا أن الكل يتعامل مع آية وكأنها تتقاسم ملامح بناتهم، ولذلك أنا قلت ما بين آيتين، آية مصاروي في أستراليا وآية نعامني في أثيوبيا، شهيدات العلم والمعرفة والتقصي والبحث والتميز، نحن هنا جميعا نشيع ابن لنا. شهيدة العلم، هكذا أسمى الداخل الفلسطيني آية التي ودعت بحسرة فقدان شابة يافعة في ريعان شبابها سافرت لاستقاء العلم فلقيت حتفها مخلدة من ورائها الذكرى والكثير الكثير من الألم الذي أصاب القاسي والداني.